بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من سلسلة دروس كتاب الجامع الصغير للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى كتاب الدعوة. قبل أن نبدأ بكتاب الدعوة لابد أن نعلم بأن الدعوة في اللغة هي عبارة عن قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره. الدعوة في اللغة هي قول يقصد به الإنسان أن يوجب حقا على غيره. في الاصطلاح المعنى قريب جدا، في المعنى الشرعي ليس بعيدا عن المعنى اللغوي. لذلك عرفوا الدعوة في الاصطلاح بأنها إخبار بحق له على غيره. أن أخبر بحق لي على زيد عند القاضي أو عند الحاكم، هذه تسمى الدعوة. فلا تكون الدعوة إلا إذا أخبرت بحق لك على غيرك عند القاضي. فلو أخبرت بحق لك على زيد عند غير القاضي لا تسمى دعوة، هذه لا تسمى دعوة. طبعا لابد أن نعرف الفرق، وهذا مذكور. أي كتاب لما تفتح كتب الفقه كتاب الدعوة يذكر لك مباشرة الفرق بين المدعي والمدعى عليه، حتى قالوا معرفة الفرق بين المدعي والمدعى عليه من أهم ما تبتنى عليه مسائل الدعوة. فالمدعي هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها. المدعي من لا يجبر، لا يلزم بالخصومة إذا تركها. ليه؟ لأنه هو منشئ الدعوة، هو منشئها، هو الطالب. أما المدعى عليه هو من يجبر على الخصومة، ليس له خيار. رفض الخصومة مجبر عليها لأنه مطلوب متهم. شرع الآن الشيخ الإمام محمد رحمه الله في ذكر مسائل في كتاب الدعوة. محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم قال: جارية حملت في ملك رجل عنده جارية حملت في ملكه، وهي في ملكه، فباعها فولدت في يد المشتري. طبعا ولدت في يد المشتري لأقل من 6 أشهر من بيعها، لا هذا القيد ضروري. فباعها فولدت في يد المشتري لأقل من 6 أشهر من بيعها. فادعى البائع الولد، قال هذا الولد لي، وقد اعتق المشتري الأم. زيد عنده زينب جارية حملت في ملكه، باعها لمحمد فولدت عند محمد. لما ولدت عند محمد قال محمد لزينب التي هي الأمة: أنت حرة. فجاء زيد وقال: هذا الولد الذي جاءت به زينب هو لي، ادعاه. فادعى البائع الولد بعدما أعتق المشتري الأم، قال: فهو ابنه، ابن البائع، يرد على البائع قال بجميع الثمن، يرد على البائع بجميع الثمن. يعني زيد لما باع زينب باعها ب100، ولدت عند محمد، جاءت بولد، اعتقها، قال هذا الولد لي، قال
صار ابنه ويرد هذا الولد إلى البائع زيد، ويرجع المشتري محمد على البائع زيد ويقول أعطني جميع الثمن. ثمن ماذا؟ ثمن الأم. كم ثمنها؟ بكم اشتريتها منك أنا؟ بمئة. أعطني مئة مقابل هذا الولد. طيب كيف يرجع بجميع الثمن؟ كان ينبغي أن يرجع فقط بثمن الولد، قال لا، يرجع بجميع الثمن. لما؟ قال لأنه بعدما ادعى الولد، بعدما ادعى البائع الولد، ظهر وتبين أنه باع أم ولده، ومالية أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة في العقد، غير متقومة في العقد. فإذا كانت غير متقومة في عقد البيع، وكذلك غير متقومة في عقد الغصب، لو أن زيدا غصب أم ولد لفلان وهلكت عنده، غير مضمونة هذه، غير متقومة، فمالية أم الولد غير متقومة لا قيمة لها عند أبي حنيفة في العقد، لذلك لا يضمنها المشتري، فيرجع على البائع بجميع الثمن. هذا عند أبي حنيفة. وعندهما عند الصاحبين يرد عليه، يرد الولد على البائع بعدما ادعاه بحصته من الثمن. كيف بحصته من الثمن؟ قال يقسم الثمن 100 درهم، يقسم هذا الثمن على قيمة الولد وقيمة الأم، فما أصاب الأم يلزم المشتري، يلزم المشتري لأنه أعتقها، ويسقط هذا عن البائع، وما أصاب الولد سقط عن المشتري ويلتزم به البائع. هذا عند الصاحبين. قالوا إن كان المشتري أعتق الولد، المشتري أعتق الولد، قال فدعواه باطل، يعني إذا كان المشتري قد أعتق الولد فادعى البائع، ادعى البائع الولد، قال فدعوى، أو نقول فدعوى، فدعوة البائع باطلة، إلا إذا صدقه المشتري. فهنا لما قال فدعواه باطلة، يعني إذا لم يصدقه المشتري، أما إذا صدقه المشتري فتقبل دعواه، تقبل دعواه. قال صبي في يد رجل، صبي في يد رجل، قال هذا الرجل، هو هذا الصبي ابن عبدي فلان الغائب، عنده عبد اسمه زيد. قال هذا الرجل، هذا الغلام، هذا الولد هو ابن زيد عبدي فلان المسافر الغائب. ثم بعد يومين ثلاثة أربعة ثم قال هو ابني، نسبه إلى نفسه، قال لم يكن ابنه أبدا أبدا، لو ادعى بعد ذلك قال لم يكن ابنه أبدا، وإن ولو، هي إن وصلية هنا، وإن جحد العبد أن يكون ابنه، يعني قال العبد لا، إقرار سيدي باطل، هذا الصبي ليس ابني، وبعد ذلك قال السيد إذن هو ابني، قال لن يكون ابنه أبدا، وإن جحد العبد أن يكون هذا الصبي ابنه. لماذا؟ لماذا لا يكون ابنه أبدا؟ قالوا لأن النسب إذا ثبت لا يحتمل النقض. انتبه، النسب إذا ثبت لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته.
وما كان لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته لا يرتد بالرد. انتبه، نعيد. النسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته، وكل ما لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته لا يرتد بالرد. فبقي الإقرار في حق المولى، بقي ثابتا الإقرار، ما المولى هو الذي قال هذا ابن عبدي، فبقي الإقرار في حق المولى وإن لم يثبت في حق المقر له. فتمتنع بعد ذلك دعوة المقر، وإن جحد العبد أن يكون الولد ولده. وهذا قول سيد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله، الآن يعني الذي ينبغي الآن أن حبذا لو نكتب عندنا هذا الذي ذكرته لكم الآن، اكتبوا هذا، ما لا يحتمل، أو نقول النسب لا يحتمل الرد أو الإبطال أو النقض. النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته، وكل ما لا يحتمل النقض بعد ثبوته لا يرتد بالرد، يعني يبقى ثابتا. وهذا الكلام مهم، احفظوه. وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله، إذا جحد العبد أن يكون ابنه، أن يكون هذا الصبي ابنه، فهو ابن المولى. قال رجل في يده غلامان. مولانا؟ نعم، تفضل. في الحالة الأولى، في يعني لمن يكون بعد يعني رد العبد؟ لا يكون ابن أحد، كلاهما لا يثبت نسبه من أحد. عند أبي حنيفة لا يثبت نسبه من أحد، ليس ابن العبد ولا ابن المولى. عند الصاحبين هو ابن المولى. شكرا. قال رجل في يده غلامان توأمان ولدا عنده، فباع أحدهما فأعتقه المشتري، أعتق المشتري أحد الغلامين، ثم ادعى البائع الغلام الذي هو في يده، قال هذا الغلام الذي في يدي هو ابني. ادعى البائع الغلام الذي هو في يده، قال فهما ابناه، هذان الولدان ابناه، العبد المعتق والعبد المدعى. لماذا كانا ابنيه؟ قال لأنهما خلقا من ماء واحد، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما أن يثبت نسب الآخر، لأن أصل المسألة مفروضة على أنهما توأمان. قال فهما ابناه، وبطل عتق المشتري، بطل عتق المشتري. لماذا بطل عتق المشتري؟ لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عند المولى، ثبت نسب الولد الذي عند المشتري، فلذلك يبطل عتق المشتري. لماذا يبطل عتق المشتري؟ ليه؟ لأنه ظهر أن هذا ابن السيد. لماذا قلنا يبطل عتق المشتري؟ يعني يكون الولاء الآن هذا ابن، لا يكون الولاء للمشتري، لأنه ظهر أنه حر، ظهر أنه ابن السيد، والولد لا يباع، لا يصح أن يباع، فيبطل عتق المشتري. والبيع أيضا، ويبطل أيضا البيع، لأنه ظهر أنه باع حرا،
ظهر أنه باع حرا، قال صبي في يد مسلم ونصراني. تأملوا هذه المسألة الآن كم هي هامة ودقيقة. صبي في يد مسلم ونصراني، صبي عند مسلم ونصراني، كلاهما هو تحت سلطانهما. قال النصراني: هذا ابني، هذا ابني. وقال المسلم: لا، هو عبدي. الآن صار في عندنا إيش؟ دعوتان، دعوة البنوة مع البقاء على النصرانية، ودعوة العبودية مع الانتقال إلى الإسلام. قال: فهو ابن النصراني وهو حر، هو ابن النصراني ويكون حرا. طب كيف؟ أليس إن جعلناه عبدا مسلما أولى؟ قال: لا، انتبه. قال: كون الصبي ابن النصراني وكونه حرا، كون الصبي ابن النصراني وبقائه على النصرانية وكونه حرا أكثر نفعا له، لأنه بذلك ينال شرف الحرية في الوقت العاجل، في العاجل، وسينال شرف الإسلام في المآل، حيث يمكنه بعد ذلك اكتساب الإسلام بنفسه. فلذلك قالوا: النظر والمصلحة أن يقضى للولد بأنه ابن النصراني. طبعا هذا إذا لم يكن هذا الصبي معبرا عن نفسه، أما إذا كان معبرا عن نفسه ويعرف من أباه وقال: لا، أنا أبي ليس النصراني، أبي هذا، أنا عبد عند هذا المسلم، انتهى. إذا كان يعبر عن نفسه، فإن كان يعبر عن نفسه فالقول له. قال: امرأة ادعت صبيا أنه ابنها، لم يجوز دعواها، أو لم تجوز أو لم تصح دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة، يعني القابلة. طبعا معنى المسألة أحبابنا، معنى المسألة امرأة ذات زوج، لأنه الآن المرأة لماذا يعني هذه مسألة مبنية على هذه امرأة ادعت، امرأة ادعت صبيا، هذه المرأة يعني ذات زوج، امرأة ذات زوج ادعت صبيا أنه ابنها، لم يجوز دعواها حتى تشهد إلى آخره. لماذا لم تصح دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة؟ لأنها بذلك تدعي تحميل النسب على الغير، فلا تصدق إلا ببينة، وهذه البينة هي شهادة القابلة. لماذا اكتفينا بشهادة القابلة؟ لأن الولادة كما تعلمون الولادة لا يحضرها الرجال، فإذا شهدت القابلة يثبت النسب، وهذا كله إذا كانت المرأة كما قلنا ذات زوج. لذلك قال الشيخ بعد ذلك تابع فقال: قال فإن كان لها زوج فزعمت أنه ابنها منه وصدقها فهو ابنهما، وإن لم تشهد امرأة، يعني ما لا توجد حاجة لإقامة البينة، لأنه التزم نسبة الولد إليه فأغنى ذلك عن وجود البينة لتصديقها. قال: وإن كان الصبي في أيديهما، يعني في يد المرأة وفي يد الزوج، فزعم الزوج أنه ابنه من غيرها، عنده زينب وفاطمة زوجتان، قال: هذا ابني، ولكن من فاطمة
ليس منك يا زينب. زينب وهذا الولد في يده ويد زوجته زينب في بيتهما تحت سلطانهما. قالت: لا، هو ابني ولكن من غيرك، هو ابني ولكن من زوجي الذي قبلك. قال: وزعمت أنه ابنها من غيره. قال: فهو ابنهما، فهو ابنهما، لأن الظاهر أن الولد منهما. ليه؟ ما هو الظاهر؟ ليه؟ قال: لأن الولد هو قائم الآن تحت رعايتهما، هذا أولا. وثانيا الفراش ما زال قائما بينهما. ثالثا الظاهر أن كل واحد منهما يريد إبطال حق صاحبه فلا يصدق عليه، لا يقبل قوله. وهذا كله أحبابنا كما قلنا أولا إذا كان الصبي صغيرا لا يعبر عن نفسه، أما إن كان يعبر عن نفسه فالقول قوله. إن صدق الأب كان ابن الأب من غير زوجته التي معه، وإن صدق الأمة كان ابنها من غير زوجها. هذا قال: جارية قالت: أنا أم ولد لمولاي، وهذا ابني منه. وأنكر المولى، قال: لا، هذا الولد ليس مني، وأنت لست أم ولد لي. قال: فلا يمين عليه، فلا يمين عليه في قول سيد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. يعني هل نقول للمولى احلف؟ أن الأصل أحبابنا البين على المدعي واليمين على من أنكر. فالآن أنكر المولى أن تكون أهذه الأمة أم ولد له، وأنكر أن يكون هذا الولد منهم. فالقياس إذن ماذا؟ أن يحلف. قال: لا يمين عليه في قول سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه. قال: ويستحلف في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. الأصل في هذا أحبابنا، وحبذا لو تكتبوه عندكم أيضا، أن المنكر لا يستحلف عند سيدي أبي حنيفة في النكاح. يعني امرأة ادعت أن زيدا زوجها، أن زيدا زوجها، فأنكر وهي ما عندها بينة، فأنكر لا يستحلف. ادعى أن هندا زوجته فأنكرت ولا بينة عندها، لا تستحلف. إذا لا يستحلف في النكاح ولا في الرجعة أيضا. ادعى أنه راجع زوجته قبل انقضاء العدة ولا بينة عنده، أنكرت أنه راجعها، لا تستحلف. ادعت أن زوجها راجعها قبل انقضاء العدة وهو أنكر، كذلك لا يستحلف. والفيء في الإيلاء، صار المعنى واضح. إذن لا يستحلف عند أبي حنيفة في النكاح ولا في الرجعة ولا في الفيء في الإيلاء ولا في الرق ولا في الاستيلاد ولا في النسب ولا في الحدود ولا في اللعان. بقي مسألة الولاء، هذه أظن 9 مسائل لا يستحلف فيها عند سيدي أبي حنيفة. قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: يستحلف المنكر في ذلك كله إلا في الحدود واللعان، لا يستحلف في الحدود واللعان، لا يستحلف. هنا ليه لا يستحلف في الحدود واللعان عند الصاحبين؟ قال: أن النقول إقرار. إذا قلنا له احلف هو ينكر أول شيء،
أمرناه بالحلف فنكل، النكول إقرار، لأنه يدل على كونه كاذبا في ذلك الإنكار الذي أنكره. نعم، فكان النكول إقرارا أو بدل عن الإقرار. نعم، ولكن هذا الإقرار ماذا فيه؟ فيه شبهة، والحدود تندرئ بالشبهات. لذلك قال يستحلف في جميع ما ذكرنا إلا في الحدود واللعان. قال كتاب الإقرار. كذلك أحبابنا الإقرار في اللغة هو الاعتراف، أنا عندما أقر بشيء يعني أعترف به. والإقرار في الشرع كذلك ليس بعيدا معناه عن معنى الإقرار لغة، فالإقرار في الشرع هو الإخبار بحق عليه. أنا عندما أقر يعني أخبر بأن لزيد حقا علي، الإخبار بحق عليه. ولكن الإقرار في فرق بين الإقرار والبينة. الإقرار حجة قاصرة على المقر غير متعدي، هي حجة قاصرة على المقر. يعني إذا قلت أنا مثلا قلت أنا وزيد كسرنا هذا الباب، زيد لا علاقة له في الكسر، أنا الكاسر، فالإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتع. إذا قال لزوجتيه، إذا قال لزوجته انحطي فأنت وضرتك طالقتان، فأقرت المحلوف عليها بأنها حاضر، تطلق هي لا ضرتها. فإذا الإقرار حجة قاصرة على المقر، بخلاف البينة هي حجة متعدية وملزمة للغير. البينة الشهود. قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: في رجل قال لآخر أخذت منك 1000 درهم وديعة، أخذت منك 1000 وديعة فهلكت، ضاعت، انسرقت. فقال المقر له: أخذتها غصبا، يعني أنت تكذب، أخذتها غصبا. قال فهو ضامن. من فهو ضامن؟ يعني الذي قال أخذت منك وديعة يضمن 1000 لمن كذبه وقال له أخذتها غصبا. إذا عرفنا من فهو، يعني المقر القائل أخذت منك 1000 وديعة، هذا يضمن 1000 للمقر له. وإن قال أعطيتنيها وديعة، لاحظ الأولى أخذت منك 1000 وديعة. الواحد منا أحبابنا الشرع يحاسبك على ما نطقت به، ولا يحاسبك على ما نويت بما نطقت. فلما اختلف الكلام اختلف الحكم. وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال المقر له غصبتها، بل أنت كذاب غصبتها، قال لم يضمن. من الذي لم يضمن؟ الذي قال أعطيتنيها وديعة، المقر. ما الفرق بين المسألتين أحبابنا؟ الفرق بينهما، تنبه، مبنى الفرق على أن كما قلت قبل قليل أن الشارع يحاسبك على ما نطقت، أما النوايا فهذه خفايا فلا يعلمها إلا رب البرايا سبحانه وتعالى.
لا علاقة لنا بها. لذلك المؤمن الحاضر مع الله سبحانه وتعالى، الحاضر مع الله، الذاكر لله سبحانه وتعالى، لا يحكم على النيات أبدا، لا يحكم على النيات، لا يقول فلان منافق، فلان مرائي، فلان غير صادق في أعماله، فلان عنده عجب، فلان عنده كبر، لا يقول هذا الكلام أبدا. ليه؟ لأن هذه الأمور كلها قلبية، ولا يطلع على القلب إلا الرب سبحانه وتعالى. ومن ادعى الاطلاع فقد نازع الله في خصيصة من خصائص الربوبية. هذا الكلام بين قوسين، ولعلي ذكرته أكثر من مرة وينبغي التنبه له. فإذا الفرق بين المسألتين أحبابنا أنه في المسألة الأولى لما قال أخذت منك، لاحظ أقر بسبب الضمان، حيث قال أخذت منك، سبب الضمان هو الأخذ. بعدما أقر بسبب الضمان ادعى ما يبرئه من الضمان، حيث ادعى الإذن فقال وهو وديعة. فإذا أول شيء أقر بسبب الضمان الذي هو الأخذ، ثم ادعى ما يبرئه من الضمان وهو الإذن، والآخر ينكره، ينكر ما يبرئه، فيكون القول قول المنكر مع اليمين، يكون القول قول المنكر مع اليمين. فلذلك يضمن القول قوله، ولكن إيش؟ مع اليمين. هذا في المسألة الأولى، في قوله أخذت منك ألفا. أما في المسألة الثانية لاحظ ماذا قال، أعطيتنيها، فأضاف الفعل إلى غيره فقال أعطيتني أنت الوديعة. والثاني صاحب المال يدعي عليه، على من قال أعطيتنيها، يدعي عليه سبب الضمان الذي هو الغصب، لأنه قال غصبتها. فالمقر منكر للضمان، فيكون القول لمنكر الضمان كذلك مع اليمين. فإذا اختلف الحكم لما اختلف التعبير بالكلام. لذلك قد يأتي إليك زوج يقول لك أنا قلت كذا كذا لزوجتي، تقول له زوجتك محرمة عليك طلاق ثلاث، تأتي الزوجة فتقول لك قال زوجي كذا كذا كذا، فتقول لها ما في شيء كلامه زوجك. طب كيف قلت لزوجي أنت كذا كذا؟ لما اختلف عرض الكلام واختلفت الكلمات يختلف الحكم. وهذا ينبغي دائما أحبابنا أن نتنبه لهذا. عندما يأتي من يسألك حاول أن تستخرج ما عنده من كلمات ومن ألفاظ كي تكون الفتوى صحيحة، وتقول له في آخر الكلام أنا الفتوى التي أعطيك إياها الآن مبنية على كلامك أنت، على كلامك أنت، إن نقصت كلاما زدت كلاما فهذا عليك لا علي. طيب قال رجل قال هذه الألف، رجل قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان، عند محمد. رجل قال هذه الألف كانت وديعة لي عند محمد فأخذتها. وقال فلان قال محمد لا، هذه لي، هذه لي، فإن فلانا يأخذها، فإن محمد القائل هذه لي يأخذها. لماذا يأخذها؟ لأن مدعي الوديعة الذي قال هذه الألف كانت وديعة لي عند محمد، هذا القائل أقر ما قال كانت وديعة لي عند فلان، فلما كانت أقر
لأنها كانت وديعة له عند فلان، أقر بثبوت اليد لفلان، أقر بأن يد فلان يد محمد كانت ثابتة على هذه الألف، وادعى بعد ذلك استحقاق الألف عليه، ولكن محمدا ينكر ذلك الاستحقاق، والقول قول المنكر مع اليمين. عرفنا أحبابنا كيف هذه المسألة؟ وإن قال رجل قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها، وقال فلان هذه لي، فإن فلانا الذي قال هذه لي يعني والذي جعلناه في المثال اسم محمد، فإن فلانا يأخذها. وإن قال أعرت دابتي هذه فلانا محمدا فركبها محمد وردها إلي، أعرت دابتي هذه لمحمد، ومحمد ما شاء الله عنه ركب الدابة وردها إلي، أو ثوبي هذا، ثوبي هذا يعني أعرت ثوبي هذا لمحمد فلبسه ورده علي، ورده علي، فالقول قوله. هل هنا الظاهر أنه توجد عبارة ناقصة في الكتاب، ولعل الصواب إثباتها، وهي تكون العبارة على النحو التالي: أو ثوبي هذه فلبسه ورده علي، إيه؟ وقال فلان، وقال فلان، ما قال أعرت دابتي هذه فلانا محمدا، وقال فلان، قال محمد الذي استعار الدابة واستعار الثوب، وقال فلان كذبت، هما أي الثوب والدابة لي، كذبت، أنت لم تعرني ولم تؤجرني، كذبت، هما لي. قال فالقول قوله، قول من؟ فالقول قوله، قول من قال كذبتهما لي. فإذا نحن لم نثبت هذه الجملة التي ذكرتها لكم، يصبح إرجاع الضمير فالقول قوله لمن قال أعرت دابتي، وهذا خطأ ما يصح. واضح أحبابنا؟ لا بد من زيادة هذه الجملة، يعني لذلك أنا أنصح أن تفعلوا هكذا ما سأفعله أنا الآن في نسختي: وإن قال أعرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها، أو ثوبي هذا فلبسه ورده، نأخذ بخط هكذا إلى هامش الكتاب ونكتب: وقال فلان كذبت، وقال فلان كذبت، هما يعني الثوب والدابة لي. فاصل الآن: فالقول قوله، قول من؟ قول من قال من قال كذبت هما لي. تمام أحبابنا؟ إن شاء الله المسألة صارت الآن واضحة، صارت الآن، وعرفنا الآن ضرورة زيادة هذه الجملة، ضروري حتى يتم المعنى. وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله: القول قول الذي أخذ منه الثوب، بضم الهمزة، القول قول الذي أخذ منه الثوب والدابة. طبعا هذا الخلاف أحبابنا بين سيد أبي حنيفة وبين الصاحبين، إذا لم يكن الثوب معروف، معروفا بأنه للمقر، وإذا لم تكن الدابة معروفة للمقر، أما إذا كان كلاهما معروف بأنه للمقر فيكون القول قول المقر بالإجماع بالاتفاق. رجل قال لفلان علي 1000 درهم من ثمن متاع، لاحظ فلان
لفلان علي 1000 درهم من ثمن متاع أو قرض، 1000 درهم قرض. ثم قال هذا الرجل المقر: هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق. تقدير الكلام يعني أحبابنا، حبذا لو تكتبوه أيضا عندكم، تقدير الكلام: وقال المقر له كذبت، هي جياد. تقدير الكلام: وقال المقر له، إذن هنا نكتب أي وقال المقر له كذبت هي جياد. قال لم يصدق، من الذي لم يصدق؟ المقر لم يصدق بأنها زيوف وأنها نبهرجة، ولزمه 1000 الجياد. لماذا؟ قال انتبهوا أحبابنا، لأنه لما قال لفلان علي 1000 درهم، 1000 درهم، ثم قال هي زيوف أو نبهرجة، قوله هي زيوف أو نبهرجة هذا رجوع بعد إقرار، رجوع بعد إقرار. لما قال لفلان علي 1000، هذا مطلق العقد أحبابنا، يقتضي أي عقد كان، أي عقد، الإقرار عقد، فمطلق أي عقد كان يقتضي أن يكون هذا العقد خالياً عن العيب، خالياً عن العيب، والزيافة عيب. فلما قال لفلان علي 1000 درهم يعني 1000 درهم أطلقه، فدل على أن 1000 درهم المعتادة التي هي جياد. ثم لما قال زيوف أو نبهرجة هذه دعوى العيب، ودعوى العيب هنا صارت رجوع عن بعض موجب الإقرار، موجب الإقرار وجب 1000 درهم جياد، فلما قال زيوف رجع عن بعض موجب الإقرار فلا يصح. قال وكذلك، يعني كذلك يلزمه 1000 جياد إن قال أقرضني 1000 زيوفا أو قال علي 1000 زيوف من ثمن متاع. وقال محمد أبو يوسف رحمه الله: إذا وصل صدقه. فإن قال اغتصبت منه 1000، اغتصبت من زيد 1000، أو قال أودعني 1000، ثم قال هي زيوف صدقه. وإن قال في هذا كله 1000، يعني في مسألة الإقراض والغصب، وإن قال في هذا كله 1000 ثم قال ينقص كذا، يعني أقرضني أعطاني 1000 قرضا إلا 50 أو بالناقص 100، بالناقص 200، ثم قال ينقص كذا، قال لم يصدق. وإن وصل صدق، إن قال كلام متصل مع بعضه قال صدق، قال لأن هذا استثناء، هذا استثناء المقدار، هذا استثناء مقدار، والاستثناء يصح إذا كان موصولا، يعني فلان قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله أوصلها لا يقع الطلاق، أما إذا قالها أنت طالق وبعد ساعة قال إن شاء الله يقع الطلاق، لا يصح الاستثناء إلا موصولا. قال رجل مات وله على رجل 100 درهم، رجل مات وله على رجل 100 درهم
وله ابنان، فقال أحدهما قبض أبي منها 50، هذه 100 لو أخذها من هذا الرجل كل واحد منهم أخذ 50. فقال أحد الورثة أبي قبض 50، وأنكر الطرف الثاني، أنكر الأخ الثاني، قال فلا شيء للمقر، وللآخر 50، يأخذ الآخر 50 كاملة. رجل قال لفلان علي ما بين درهم، لاحظ لفلان علي ما بين درهم إلى 10 دراهم، قال فعليه 9 دراهم، فيلزمه الابتداء البداية وما بعده، وتسقط الغاية، تسقط الغاية. وإن قال ما بين 10 إلى 20 فعليه 19، كذلك يلزمه الابتداء، ما قال 10، ما بين 10 لزمته 10، إلى 20 9، يعني 19، تسقط الغاية التي هي 20. وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله يلزمه جميع ما أقر به، فتدخل الغايتان الأولى والثانية، البداية والنهاية. رجل قال لفلان من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، ما الحكم؟ قال فله ما بينهما، وليس له من الحائطين، أصلح العبارة، وليس له من الحائطين وليس له من الحائطين شيء. إينا. يعني لماذا هنا قلنا ليس له من الحائطين؟ انتبه، الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة، والأولى تدخل إن كان ثم الضرورة. ففي قوله رجل فلان علي ما بين درهم إلى 10 أدخلنا الأولى للضرورة، أما هنا ما بين الحائطين ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا توجد ضرورة تقتضي إدخال الحائط الأول، فالكلام لماذا لا توجد ضرورة؟ قال لأن كل من الحائطين قائم بنفسه، فلذلك لا يملك المقر له شيئا من الحائطين، وإنما يملك ما بينهما، والله تعالى أعلم. ثم قال كتاب الصلح، نقف عند كتاب الصلح، نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.